السلام عليكم، ونتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم ان شاء الله غدا نشارك معكم بالمين اللي كيجينا مقرمش وبنين. كيف ما كتعرفوا مقاديره جد بسيطة وحتى طريقة التحضير جد سهلة. الشكل ديالو هو هذا كيف ما كتشوفوا، تبارك الله كيجي واخد لينا هذا اللون الذهبي، وكذلك فيه واحد القرمشة اللي رائعة. غندوزو ان شاء الله باش غنتعرفوا المقادير. عندي هنا 4 الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، ونصف ملعقه صغيره ديال الملحه، 4 كاس ديال زيت المائده، وكاس ديال الماء، و120 غرام ديال الزبده ديال التوريق. غدا ناخذ هذا الاناء اللي عندي فيه 4 الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق الابيض، غدا نضيف عليه نصف ملعقه صغيره ديال الملحه، وهاد 4 كاس ديال زيت المائده، وغدا نجمع الخليط ديالي بهاد الكاس ديال العنبه ديال الماء، الماء عادي ديال الروبيني. بالنسبه للقوام ديال العجين يعني خصو يكون قاسح، على هادشي اكتفيت غير بكاس واحد ديال العنبه ديال الماء. بمجرد نجمع العجين ديالي في هذا الاناء، غدا نوضعه على سطح العمل ونحاول ندلكه واحد شويه غير باش يرطب ليا العجين فقط. من بعد ما دلكت العجين واحد شويه، غدا نغطيه بالسلوفان ونخليه يرتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد عاد غدا ندوز باش نورقه. من بعد ما ارتاح ليا العجين ديالي، غدا نحيد له هاد السلوفان، وغدا ناخذ هاد الزبده اللي غدا نمشيها بالاصابع ديالي واحد شويه. ثم يمكن لكم ديروها فشي بلاستيكه وتسرحوها بالدلاك، انا اكتفيت غير بالاصابع ديالي فقط. وغدا ناخذ هاد العجين اللي غدا نطلقو واحد شويه بالدلاك باش نوضع في الوسط ديالو الزبده. من بعد ما طلقت العجين واحد شويه، غادا نوضع هاد الزبده في الوسط ديال العجين. انا هنا استعملت الزبده ديال لده، وانتم يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال الزبده اللي متوفره عندكم، اطلاس ولا لده ولا اللي متوفر عندكم استعملوه، المهم تكون الزبده ديال التوريق. غادا نجمع العجين من جميع الجوانب على هذا الشكل هذا باش ما تخرج لياش الزبده وانا كنورق العجين ديالي. ودابا غدا ندرش القليل ديال الدقيق، وانا كنمشي بالدلاك على الشكل هذا. دابا غدا نورق العجين ديالي جوج مرات، وغدا نخليه يرتاح، ومن بعد غدا نورقو جوج مرات وحدين اخرين، هي 4 ديال التوريقات اللي غدا ندير لهاد العجين ديالي. والتوريقه الخامسه غدا تكون بالسكر حبيبات، ومن بعد غدا نشكلو العجين ديالنا. من بعد ما ورقتو التوريقه الاولى، غدا نطويه على هذا الشكل هذا، غادي نطويها اخواتي على هذا الشكل كيف ما شفتوا. ودابا غادي نورقوا التوريقه الثانيه. من بعد ما ورقتوا التوريقه الثانيه، غادي نطويه كذلك على هذا الشكل هذا. وغادي نغطيه بالسلوفان ونخليه يرتاح ليا واحد ربع ساعة واحدة اخرى. من بعد ما خليت العجين ديالي حتى ارتاح ليا واحد ربع ساعة، دابا غادا ندوز باش نضيف له زوج توريقات وحدين اخرين. دابا غادا نورقو هاد التوريقة الثالثة، يعني عادي كنطلقو العجين ديالنا بالدلاك وكنطويوه، غير نتوما حاولوا تطلقوا العجين بشكل متساوي باش ما يعذبكمش وانتوما كطويوه. وغادا نطويه كذلك على هذا الشكل هذا. كيف ما سبق لي قلت لكم اخواتي، هذه التوريقه الثالثه. ودابا غادا نضيف
التوريقة الرابعة غدا نمشي على نفس الشكل، غدا نطلق العجين ديالي من بعد ما طلقت العجين ديالي. دابا غدا نطويه على هذا الشكل، وغدا نغطيه ببلاستيكه ونخليه يرتاح ليا واحد ربع ساعه واحده اخرى. ومن بعد غادي ندوزو للتوريقه الخامسه اللي غتكون عندنا بسكر حبيبات. من بعد ما ارتاح ليا العجين ربع ساعه غادي نحيد منو هاد السلوفان. ودابا غادي ناخذ سكر حبيبات، يعني بيه غادي نورق التوريقه الخامسه والاخيره. غادي نحاول نطلق الدلاك وانا كندير سكر حبيبات وانا كنمشي العجين ديالي. كما شفتوا اخواتي انا كنطلق العجين وانا كندير هاد السكر سنيده على هذا الشكل هذا. من بعد اخواتي ما طلقت العجين ديالي غادي نطويه على هذا الشكل، غنجي من الفوق وغادي نطويه يعني واحد مقدار اربعه الاصابع. غادي نطويه من الفوق على زوج وكذلك من التحت، غادي نعبر نفس العبار يعني مقدار اربعه الاصابع وغادي نطويه على زوج على هذا الشكل. ودابا غادي ناخذ هذيك الجهه الفوقانيه اللي مطويه هي على زوج وغادي نديرها على الجهه الاخرى اللي حتى هي مطويه على زوج، غتجينا على هذا الشكل هذا. وفي نفس الوقت وانا كندير السكر على هذا الشكل وكنحاول نقاد العجين ديالي باش يجيني متساوي. غدا ناخذ واحد السكين ولا قطعه اللي كان عندكم تواجد وغدا نبقى نقطع على شكل يعني واحد مقدار اسبوع واحد ونبدا نقطع كيجينا على هذا الشكل هذا. الا بغيتو بالمي ديالكم يكون كبير يعني حاولوا تكثروا من العرض، انا خديت هنا غير اسبوع فقط مقدار اسبوع. ولا بغيتوا يجيكم كبير يعني حاولوا يعني تعرضوه شي شويه. غدا نستمر اخواتي على نفس الكيفيه كيف ما شفتوا يعني حتى نسالي. وعندي هنايا طاوة اللي درت فيها ورق الزبده ودهنتها بالزيت من الفوق. ودابا كنستف بالمي ديالي على هذا الشكل ونحاول نحط ما بين كل وحده وحده، نخلي يعني مساحه على هذا الشكل هذا. بالنسبه للفران انا سبق لي شعلت الفران يعني خصو يكون سخون باش ملي نديرو بالمي ديالنا يطيب في الفران نحاولوا نقصوا النار ونخليوه يطيب لينا على نار مهيله. الطاوه ديالتي درتها الاولى درتها في الفران وهذه الطاوه الثانيه. الطاوة الاولى من بعد ما خرجتها من الفران هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه. كيف ما تخرجوها من الفران حاولوا تقلبوا بالمي ديالكم على هذا الشكل هذا حيت فيه السكر باش ما يبقاش لاصق ليكم، ضروري تقلبوه هو سخون. وغادي نستمر على هذا الشكل يعني حتى تنسالي وتشوفوا الشكل النهائي. والشكل النهائي ديال البالمي اللي حضرت معكم هو هذا.
يعني الصراحة كيجي رائع، كيجينا مقرمش وبنين في نفس الوقت. نتمنى من الله الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم.